مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في بث جديد وهذه المره من منطقه الكفيفه ضواحي مدينه اكادير وبالضبط باقليم تارودان، حيث السيول الجارفه التي غمرت الطريق السريع الرابط بين اكادير وتارودان على مستوى النقطه الكيلومتريه بطبيعه الحال للكفيفات. كما كتشوفوا مجموعه من الاطفال ايضا يغامرون بارواحهم من اجل انهم باش يقطعوا يعني هذه السيول الجارفه. كما كتشوفوا يعني امطار الخير غمرت كل الطريق كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعه الحال. ما شاء الله ما شاء الله على امطار الخير، ايضا هذه الامطار اللي تسببت باش انها تقطع الطريق الرابطه بين اكادير وتارودانت على مستوى منطقه الكفيفات. الطريق مقطوعه وحذاري للسائقين وحذاري لمستعملي الطريق. انتم كتشوفوا يعني قوه السيول، سيول واد اوركا الجارفه التي غمرت المنطقه واصبحت قويه جدا، وسيول جارفه كما كتشوفوا ايضا يعني الطريق مقطوعه لحدود اللحظه، لا حركه ولا اي شيء. يعني كنتمنى ايضا الناس انهم يبارطاجيو هذا اللايف باش توصل الرساله، باش توصل يعني لكل من يهمهم الامر، خاصه الناس يعني مستعملي الطريق، فحذاري من المغامره والمجازفه. انتم كتشوفوا سيول واد اوركا تغمر المنطقه، وكما كتشوفوا ايضا مجموعه من الناس يعني محاصرين، ما كيقدروش باش انهم يقطعوا الضفه الاخرى بسبب يعني هذه السيول الجارفه وبسبب يعني قوه السيول كما كتشوفوا معنا على المباشر. يعني مجموعه من الناس انتم كتشوفوا ربما يعني الناس يعني انتم كتشوفوا يعني الناس يعني كيغامروا بالارواح ديالهم. فكنتمنى يعني من الناس فكنتمنى ايضا يعني الناس انهم بطبيعه الحال يعني انهم ما يغامروش يعني بالارواح ديالهم بسبب هذه المجازفه اللي كنشوفوها امامنا. مجموعه من الاطفال يعني ربما كيغامروا، انتم كتشوفوا يعني مجموعه من الاطفال يغامرون بارواحهم. كنتمنى يعني ان يعني مثل هذا يعني الظروف لا يجوز فيها المغامره، لا تجوز فيها المغامره والمجازفه. انتم كتشوفوا يعني الناس يعني كيغامروا باش انهم يقطعوا هذا الواد يعني الجارف وهذه السيول الجارفه التي اتت على منطقه الكفيفات بسبب واد اوركا. كما كتشوفوا يعني هذا البث المباشر بطبيعه الحال. فنرجو من مستعملي الطريق توخي الحذر. الأخت يسرى كتقول أش من مدينة، نواحي مدينة أكادير، ما بين أكادير وتارودانت أختي الكريمة، في الطريق اللي كتدي المطار المسيرة. السلام للجميع.
وتعالى. اكيد محتاجين الشتاء، محتاجين امطار الخير، فاللي نطلبوا من الناس انهم يردوا البال مع الويديان، لان بزاف يعني ديال الويديان في مناطق سوس لا تبشر بالخير. فنتمنى السلامه للجميع، ونتمنى الناس يعني الساكنه ديال هذه المنطقه، مناطق ديال اولاد دحو، مناطق ديال الفيفات، فنتمنى لهم السلامه، ونتمنى لهم يردوا بالهم مع هذا الطرقان. وكذلك الناس اللي جايين من تارودانت لاكادير، او الناس اللي جايين من اكادير لتارودانت عبر هذا الطريق، فكنقول لكم ان الطريق مقطوعه، الطريق مقطوعه، نتمنى تردوا بالكم معها. حنا كقناه الشعب، قناه شوف تي في، دائما متواجده في قلب الحدث باش نوصلوا المعلومه للناس، باش نوصلوا المعلومات، واننا نغطيو الحدث، فهذا واجب ديالنا كاعلاميين هنا بمنطقه سوس. محمد الواد ما كيتفلاش، وكيف ما كيقولوا ناس تما، يعني الواد دائما كيرجع لبلاصتو. وكانت هذه الواقعه يعني وقعت على ما اظن سنه 2010 في هنا في مناطق ديال اولاد دحو، منطقه الكفيفات، يعني نفس المشكل هو دازت سنين وتعاود نفس يعني نفس الحادث يعني وقع. فنتمنوا دائما السلامة والسلامة للجميع، يا ربي ويا ربي يحفظ وليداتنا ويحفظ الناس أجمعين. فنتمنوا من الناس يعني الساكنة ديال هذه المنطقة يردوا بالهم ويردوا بال وليداتهم، ونتمنوا لهم السلامة بإذن الله. نعاود نذكركم إخواني الكرام، حنا كنتواجدوا هنا أمام واحد الدوار سميتو دوار البيض، بالبيض في مقربة الكفيفات، كيف ما كتشوفوا الطريق اللي كتدي الكفيفات مقطوعة. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني القوة ديال هاد المياه. كيف ما كتشوفوا أمامنا يعني واحد السيارة ما قدرتش أنها تدوس بسبب قوة الويديان. كيف ما كتشوفوا هاد الأطفال يعني الكريمة، كاينين هنا الناس ديال السلامة الطرقية كيحاولوا مع الدراري يعني باش ما يقطعوش، ورادين معاهم البال، فنتمنوا لهم السلامة بإذن الله. فنتمنوا مشاهدينا الكرام تبارطاجيو هذا اللايف على أوسع نطاق، باش الناس يعني اللي دائما مولفين انهم ياخذوا هذا الطريق، طريق الرابطه بين تارودانت ومدينه اكادير، انهم ياخذوا الحيطه والحضر ويردوا بالهم مع هذا الطريق. فنتمنى لكل مستعملي الطرق انهم يردوا بالهم، ونتمنوا لهم السلامه باذن الله، كيف ما كنتمنوا كذلك الناس ديال هذه المناطق يردوا بالهم، مناطق ديال الكفيف، منطقه الكفيفات والدواوير المجاوره، وكذلك منطقه اولاد دحو. نتمنى يتبارطاج هذا اللايف على اوسع نطاق، ونتمنى المعلومه توصل لجميع الساكنه ان شاء الله، ونتمنى لهم السلامه باذن الله، ونتمنى ان ما نسمعوش اخبار اللي صراحه اللي خايبه. نتمنى اننا هذا الشيء يمر بخير وعلى خير. اكيد اختي الكريمه كاينه السلطات.
الكاميرات وكاين الناس ديال المراقبه الطرق السلامه الطرقيه، يعني كاين الدرك الملكي كل شيء متواجد في هذا الطريق. كيف ما كنقول ان الطريق مسدوده، حنا حاولنا اننا نوصلوا لهذه المنطقه باش نوصلوا المعلومات للناس واننا نوصلوا يعني نجيو نغطيو هذا الحدث، لان هذا عمل ديالنا ومن الضروره اننا نوصلوا حتى حنا للصوت ديالنا باش الناس يردوا بالهم في هذا الطرق. كيف ما كنقول في مقربة دوار الكفيفات، وهنا بالضبط دوار بالبيض. لازلنا مواصلين معكم مشاهدنا الكرام في اطار تغطيتنا لهذه السيول الجارفه على مستوى منطقه الكفيفات، وبالضبط بالطريقه السريعه الرابطه بين مدينه اغادير وتارودانت. كما كتشوفوا معنا مشاهدنا الكرام السيول الجارفه جدا ادت الى قطع الطريق الرابطه، ادت الى قطع الطريق الرابطه بين اغادير وتارودانت على مستوى منطقه الكفيفات. كما كتشوفوا الطريق اصبحت مقطوعه وشبه مستحيل باش انها تمر بطبيعه الحال، يعني السيارات من هذه المنطقه كما كتشوفوا معنا. فغادي نحاولوا اننا ننقلوا لكم يعني هذا هذه الكارثه وهذا الكارثه اللي كتشوفوا امامنا بطبيعه الحال على المباشر. معنا يعني مجموعه من انتما كتشوفوا بطبيعه الحال يعني السيول التي غمرت هذه المنطقه واصبح المرور منها شبه مستحيل. كما كتشوفوا يعني الطريق مقطوع على مستوى منطقه الكفيفات بسبب السيول الجارفه التي غمرت كل المنطقه. كما كتشوفوا معنا على المباشر صراحه قوه وجريان مياه واد اوركا جعلت المياه تفيض وتسيل على مستوى الطريق السريع الطريق الوطني الرابطه بين اكادير وتارودانت، وحصرت مجموعه من الدواوير كما كتشوفوا، وربما الوصول اليها اصبح صعب المنال كما كتشوفوا معنا على مستوى يعني هذه المنطقه بطبيعه الحال. فغادي نحاولوا اننا ننقل لكم يعني ونرصد لكم الاراء ديال الساكنه المحليه وايضا الناس يعني بطبيعه الحال ربما متضررين من هذه السيول الجارفه ومن يعني قوه يعني وجريان يعني هذه الخيرات الالهيه كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. انتم كتشوفوا يعني القوه ديال واد اوركا اللي غمر كل المنطقه واصبح المرور منها شبه مستحيل كما كتشوفوا. فحذاري ايضا من مستعمل الطريق وحذاري لكاع الناس اللي يعني ممكن انهم يعني كيتواجدوا بالقرب من الانهار والوديان اللي كما كتشوفوا. فصراحه يعني هذه خيرات الهيه وخيرات ربانيه بطبيعه الحال. فغادي نحاولوا ناخذوا الاراء ديال الناس والساكنه المحليه خصوص يعني هذه الخيرات الالهيه ولله الحمد. السلام عليكم، دايرين؟ قول لي ممكن تعطي خصوصا هذا الخير ديال الله ويعني هذا الواد اللي ربما فاض يعني على المنطقه.
يعني الا كان ممكن يعني تقربنا يعني واش يعني هذا الواد ديما بحال هكا كتفضل هذا الواد ديما سيدي بحال هكا ديما هذه الساكنه ديال الكفيفات كتعاني من هذا الواد هذاش المسؤولين كاع هاد القنطرات اللي كيدخلوا للدواور كلشي كلاو فلوس هذا الواد اللي فاض على المنطقه واد القفيفات واد ورقه هذا واد ورقه كيتسمى واش اول عام ولا ديما 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 اخويا ديما حنا دابا راه كنمشيو كنقطعوا من الغابه هي الا بنقطعوا لهاد الجهه واش يعني دابا صعيب باش تقرب واش دابا صعيب باش انا دوز ربما الناس يدوزوا من الطريق تاكل صعيب صعيب كلشي الناس دابا راه لا خدمه لا والو الناس راه حاصله مساكن الناس كتعاني بزاف في الدواوير وهذا هذا كلشي هاد القنطرات هادو راه فلوسهم كيلو بالمسؤولين دابا واش غادي يدخل عليك بالله هادي تريخ غادي تقطع منها واش غدير راه الناس مساكن راه مكرفسه بزاف كتعاني راه شحال هما كيقولوا الواد الواد وما شنا والو الناس دابا راه كلشي كيقطعوها من الغابه كاين اللي مسكين حاصل كاع ما كاين باش كاين اللي خاصو الدقيق وما عنده كيدير يعني تيجيبو قرب الميكرو والناس يعني ديال المدرسه كيقراو ولا ما كيقراوش الدراسه اش غيقراو الدري كي كتشوف هنا الدري راه كيلعبوا هنا ما كيقراو والو ما عندهم مساكن الطريق ما كاين يدوزو ترونسبور كلشي واقف باش يعني المنطقه ولات منكوبه بزاف ماشي شويه اخويا حنا راه لينا كنعقلوا هاد الوادي ديما كيكرفصنا العام العام قرب الميكرو شويه ديما كيكرفصنا هاد الواد وقت ما جا بنادم انا مكرفص مسكين ما عندهم منين يقطعوا ما عندهم كاينين الناس اللي دخل لهم المال ديهم وي دخل واه كاين اللي دخل عليه المال الدار حنا ترى دخل علينا الدار يعني شوف انا كيخرج انا دابا خرجت انا مكرفص من الغابه من يخرج الميكرو من الغابه من يخرج دابا انا ما كاينش اللي تقطع هنا يعني ما كاينش من دوز والناس مساكن راه حاصلين راه ما كاين كيديروا اشنو هاد السر ديالكم المسؤولين يعني المسؤولين راه خاصهم يشوفوا شي حل لهاد الواد هذا يقادوا الواد يقادوا القنطرات ترقان في الماء بحال هاد الدخله دابا ديال هاد الدوار هذا دوار بالبيض هاد الطريقه هادي راه رئيسيه كلشي كتدخل الكفيفات كامله هادي هي الطريقه الرئيسيه وهاد الدخله ديالها شوف كي دايره مكرفصه بزاف راه ما تقطعش منها خا تكون على رجليك راه ما تقطعش خلي لها معاك دراري صغار ولا ما يمكنش اش غادي تقولي بالله يهديهم هاد المسؤولين راه فاروا هاد البلاد بزاف راه لا اله الا الله عاش المريض فانتم كتشوفوا ربما يعني هذا الخيرات الالهيه غمرت كل المنطقه والساكنه المحليه اصبحت محاصره بفعل السيول ولا تجد يعني طريق من اجل المرور بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر السيول غمرت كل المنطقه وادت الى انقطاع وانسداد كل المسالك الطرقيه واصبحت المنطقه شبه منكوبه كما كتشوفوا معنا على المباشر الطريق السريع الرابط بين اكادير وترودانت مقطوع الى حدود هذه اللحظه كما كتشوفوا بفعل قوة السيول الجارفة لواد أوركا والساكنة ربما يعني ما كتلقاش يعني من أين تمر بفعل يعني هذه السيول الجارفة على مستوى منطقة الكفيفات وبالضبط العديد من الدواوير التي حصلتها عفوا مياه هذا الواد فلله الحمد يعني كتبقى هذه خيرات ربانية والحمد لله يعني على الخير ديال الله سبحانه وتعالى لكن يعني على المسؤولين الالتفات لمثل هذه الدواوير النائية من أجل إيجاد حلول لأن هذا الواد يعني ربما لو كانت يعني القوة ديال المياه أكثر قوة لغمرت يعني المنازل ديال الناس كنتمنى يعني من الله تعالى وبركته باش أنه يعني يتم التفكير في إنشاء لما لا قناطر أو شيء من هذا القبيل من أجل يعني وضع حد لهذه السيول التي تؤدي إلى انسداد المسالك الطرقية وتؤدي إلى قطع الطريق أمام وجه حركة السير والجولان وأيضا إلى توقف الحياة اليومية لكل الساكنة المحلية هنا على مستوى منطقة الكفيفات ضواحي مدينة ترودانت وبالضبط على مستوى الطريق السريع الرابط بين أكادير وترودانت كما كتشوفوا يعني السيول جارفة جدا ولله الحمد فالحمد لله يعني على أمطار الخير الحمد لله على هذا النعم الإلهية لكن ولله الحمد كما كتشوفوا يعني الناس محاصرين في مجموعة من المناطق كما كتشوفوا يعني يستحيل يعني باش أنك تمر يعني المنطقة الأخرى بفعل يعني القوة ديال السيول كما كتشوفوا معنا أنتم الناس يعني ربما يغامرون
الناس يعني تغامر بأرواحها، مجموعة من الشبان ومجموعة من الشباب والأطفال يعني كيغامروا وسط يعني هذا الوادي الجارف. فنسأل الله السلامة وكنتمنى الحذر ثم الحذر، لأن يعني هذا الواد ممكن أن ربما المنسوب ديالو يرتفع في أي لحظة، كما كتشوفوا معنا أنتم كتشوفوا مجموعة من الأطفال ومجموعة من الشباب يغامرون بأرواحهم ويغامرون من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى أمام هذه السيول الجارفة التي أتت على المنطقة وحولت المنطقة إلى منطقة شبه منكوبة كما كتشوفوا معنا على مستوى منطقة الكفيفات وبالضبط بالمدخل الشمالي للكفيفات. فتحياتي لكم وعلى أمل إن شاء الله نلتقي بكم في بث مباشر آخر. إلى الملتقى. Thank you.